والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله يا إمامي يا أبا صالح، كم هي مآسي الشعوب كثيرة وفي جوانا حرارة وشوق لا ينطفئ، تأتي لهذا الكون المعذب وترفع عنا ستار الظلام الحالك لتشرق شمس الفجر الذي نتمناه من طلعتك البهيجة. فعجل وأنقذنا يا أمل العالم ويا بصيص الضوء الباقي ويا سيف الإسلام. نهنئكم جميعا بمناسبة مولد منقذ البشرية الإمام مهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه. تقبلوا منا هذه المشاركة البسيطة بهذه المنشودة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمة بلاد الإمام أتينا بالسقى، يا أمة بلاد الإمام أتينا بالسقى، نسألوا عن حالنا حسرة في قلبنا، ففي يومكم أزنا ذا الحنين وصحنا ننادي بحق السماء، إلهي فعجل ظهور الإمام لدحض الظلام وللشفاء. بدمع ذرفنا من المقلتين وخذ الولاء. يا إمام المنتظر، يا إمام المنتظر، بالعزم أخدم يا منتظر لفجر جديد يعم البشر، وعلل الوالي كل الأمم وقل للخطار. ففي الدم نور وإطلالة وعز سيبقى بوجه الشرار، وفي الدم صوت ينادي الملا ستشرق شمس بعصف القهار. تصفح دياري ورد الجواب، فهل ترضى رجس بقرص الحبيب، وكم من وعود اتت بالسرار، خمور غزتنا ولا من مغيب سواه مد فوق ارض خراب. يا سيدي لما قد دهانا وقلبنا، علينا الذئاب واتت للديار وجارت كسيل على الضعفاء. ميات خروف يا ظالمون ويا مجلس الأمن قل بعتنا، تناحي بعيدا كفانا رجاء. يا إمام المنتظر، يا إمام المنتظر، فكم
ولا فصبرا سنصبر حتى يقوم مذل اليهود سليل الشفيع. يا إمام المنتظر، يا إمام المنتظر، يا إمام المنتظر، يا البدر
الشيطان.